Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Naam. Kaifa halakum ayyuhat thullab? Naam. Sanuwasilu darsuna fi hadzal yawm mubarakah. للمادة المحادثة للصفحة كم صفحة الآن؟ للصفحة 305. افتحوا كتبكم او افتحوا كتابكم كلها للصفحة 305. نعم يعني للموضوع ملخص التراكيب. نعم للموضوع ملخص التراكيب. قد شرحت لكم هذه الموضوع او هذا الموضوع في أسبوع الماضي السابقا. نعم ونقرأ حتى يمكن الرقم الرابع. نعم فالآن لا بأس نراجع أولا. سأقرأ لكم إن شاء الله تعالى. نعم الرقم الأول: لماذا تركت دمشق ولماذا تركت مكة ولماذا تركت لندن ولماذا تركت مالي؟ كيف تقضي الوقت في الدمام كيف تقضي الوقت في بغداد كيف تقضي الوقت في لندن كيف تقضي الوقت في مكة؟ انتقالت الشركة إلى بغداد. متى حضرت من المالي متى حضرت من الكينيا متى حضرت من الإريتريا؟ نعم الآن رقم خامس: أذهب مع الأسرة إلى السوق، إلى المكتبة أذهب مع الأسرة إلى الجامعة. هل معك الجنسية التركية؟ ثم رقم السابع: حضرت قبل تسع سنوات، حضرت قبل سبع سنوات، حضرت قبل ست سنوات. ثم رقم ثمانية: معي جواز السفر اليمني، معي زواج السفر السوري، معي زواج السفر العراقي، معي زواج السفر الإريتري، معي زواج السفر السنغالي. رقم التاسع: كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ رقم العاشر: تستغرق الرحلة ثلاث ساعات، تستغرق الرحلة 6 ساعات. نعم انتهينا، قرأنا ملخص التراكيب. نعم والآن
نستمر. التدريب الأول نترك لأن هناك يأمرنا استمع واعد وليس عندنا مسجل. نعم. ثم الرقم التدريب الثاني كلاهما سواء. طيب. فالآن نعم اقرأ نقرأ سويا التدريب الثاني. عفوا أخطأت. نعم اقرأ التدريب الثاني سويا. نعم. هناك كيف تتحدث بين الحروف لفظه قريبا بينهما، يعني هناك س حرف الس والس، يعني حرف الس والسين، س dan وسين. نعم. وكلاهما لفظه قريبا، لفظه قريبا، ويسمع بلغة الإندونيسي كلاهما سواء، لكن باللغة العربية عندهما مفرق كبيرا، مفرق كبيرا، مفرق كبيرا. طيب الآن أقرأ ثم أعيد يا إخوة، أو ثم كرر. نعم. سارة ثانية ثورة سناء ثابة ثم الذي بجانبه دثار كسب مأثور نثر أسرى ثم بعده حدث جس مأسور رفث عابس الرث. نعم ما شاء الله. نعم. قولوا أيها الإخوة بين كلمتين لفظ مفرق، يعني بالحرف الثاء والحرف سين. أما حرف الثاء من الطرف اللسان، وضع طرف اللسان على أو تحت سنين. نعم. ضع الطرف اللسان يعني في سنين، الذي سنين الأمام. نعم سنين الأمام. أما السين اللسان، نعم يثبت في الفم فقط، ليس تغير مكانه. نعم. ها هو الطريقة كيف نتحدث أو نقول باللفظ ثاء أو سين. الآن التدريب الثالث استمع وأعيد. نعم. ها هو من القرآن الكريم. طيب أقرأ نعم ثم أعيد أيها الإخوة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. حيا بنا اقرأوا. نعم بارك الله فيكم. فالآن ثم بعده
ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هيا بنا اقرأوا. نعم بارك الله فيكم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أيوة بارك الله فيكم. نعم ثم بعده. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هيا بنا اقرأوا. نعم بارك الله فيكم. يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تفضل تفضلوا اقرأوا. نعم بارك الله فيكم. نعم هو كيف طريقة نتحدث أو نتكلم بحرف الساء أبتا ثم سا ليس أبتا سا لكن أبتا سا. نعم ثم الوحدة 11 الناس والأماكن الدرس 96 أو 96. ثانية فحم المسوع. نعم ليس عندنا مسجلا. نعم لكننا تركنا هذه العبارات التدريب الثاني والتدريب الثالث. نعم ليس عندنا مسجلا. طيب فالآن نستمر إلى الصفحة 308 308. نعم التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. نعم أو لا. هناك عنده السؤال أو أسئلة يعني عدده 10 فينبغي لنا أن يجيب هذه أسئلة بجواب لا أو نعم بجواب نعم أو لا. نعم من أين وجدنا الإجابة يا أستاذ؟ وجدنا الإجابة من النص الذي قد قرأنا أو بحثنا سابقا يعني هناك ها هو. نعم طيب سمير نعم ترك حارث مدينة بغداد. الجواب نعم أو بالله يا إخوان. أو يمكن هذه الأسئلة واجب المنزل لكم. واجب المنزل لكم. نعم الرقم الأول حتى الرقم العاشر. اكتب الجواب
مباشرة هنا في كتابكم، ثم صور ارسلوا إلى الواتساب، إلى الواتساب. نعم يا إخوة هذا سهل، واقرأوا مباشرة في كتابكم، يعني في كتاب بين يدي، ليس في ليس في الكتب، أو ليس في الكتاب الذي هناك تكتب شيئا. نعم ثم هذا تركنا إن شاء الله. طيب فالآن نستمر إلى صفحة 309. التدريب الأول، أجب عن الأسئلة مستعينة بالصور. أجيب عن الأسئلة مستعينة بالصور. نعم أجيب لكن هناك من المسجل. نعم سواء تدريب طبعا الأسئلة. نعم لا نعم إن شاء الله بحثنا هذه أسئلة. نعم إن شاء الله. طيب الرقم الأول، نعم نقرأ سويا قبل جوابنا أو بحثنا هذه أسئلة. نعم من في السيارة أين تذهب الأسرة؟ أين الأسرة الآن؟ ماذا ستفعل؟ ماذا تفعل الأسرة؟ هل هذه صلاة الظهر؟ أين الأسرة؟ ماذا تفعل؟ أين الأسرة؟ إلى أين هي ذاهبة؟ أين الأسرة الآن؟ هل الأسرة سعيدة؟ نعم طيب إخوة الآن وإن شاء الله تعالى نواصل درسنا وسنبحث سويا. نعم من في السيارة الأسرة أين تذهب الأسرة؟ تذهب الأسرة إلى مكة. أين الأسرة الآن؟ الأسرة الآن في مسجد الحرام. ماذا ستفعل؟ ستفعل العمرة. ماذا تفعل الأسرة؟ يطوف حول الكعبة. هل هذه صلاة الظهر؟ نعم هذه صلاة الظهر. ها هو الإجابة الذي الرقم الأول حتى الرقم السادس. فهمتم؟ نعم ثم الرقم السابع، أين الأسرة؟ الأسرة في السوق المركزي. ماذا تفعل؟ يشتري مواد الغذائية. يمكن أين الأسرة؟ الأسرة في الحديقة. إلى أين هي ذاهبة؟ ذاهبة إلى الحديقة. أين الأسرة الآن؟ الأسرة الآن في الغرفة الجلوس. هل الأسرة سعيدة؟ نعم الأسرة سعيدة. فهمتم يا الإخوة؟ نعم من أي الجواب يا أستاذ؟ من النفس أو فتركيز هناك الوكيع. الجواب كلها من المسجل، لكن يعني ليس عندنا مسجلا فجوابنا من نفوسنا. طيب لا بأس. طيب استمر. التدريب الثاني، تبادل الأسئلة والأجوبات مع زملائك. أسكن في المدينة. أين تسكن أنت؟ أسكن في القرية. أين تسكن أنت؟ نعم الآن أجيب
نعم، لكن سأجيب لكم إن شاء الله إخوان. أسكن في مكة، أين تسكن أنت؟ أسكن في القرية. أين تسكن أنت؟ أسكن في الرياض. يمكن كذا كذلك. نعم، يمكن هناك من المسجل وليس عندنا الجواب. نعم، يذكر كل طالب اسم المدينة التي يسكن فيها. نعم، اذكروا يا إخوان في أي المدينة أنت الآن. أما أنت في الميدان اكتب في الميدان، أما أنت في البرستاجي اكتب في البرستاجي، أما أنت في الكسارن اكتب في الكسارن. نعم، أما أنت في دولة ملانغير اكتب دولة ملانغير. ها هو يا إخوة. نعم، وليس واجب المنزل لكن أجب في كراساتكم، في كراساتكم. نعم، ثم باء طاء أول. أذهب الآن إلى المكة. إلى أين أنت تذهب أنت؟ أذهب الآن إلى المدينة. إلى أين تذهب أنت؟ نعم، سهل إن شاء الله. تركنا وسنواصل درسنا إن شاء الله. نعم، التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: ماذا تفعل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة. انظر، هناك أستاذ والجامعة. نعم، فالآن طبيب والمستشفى. فسيجيبونك: ماذا تعمل هناك؟ ماذا تعمل هنا؟ أنا طبيب في المستشفى. ثم بعده: ماذا تفعل هنا؟ أنا مهندس في الشركة. ثم: ماذا تعمل هنا؟ أنا معلم في المدرسة. ثم الآخر: ماذا تعمل هنا؟ أنا ممرض في المستشفى. بارك الله فيك. ثم التدريب الرابع: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: طاء أول، من أين حضرت؟ الطاء الثاني: حضرت من اليمن، أنا يماني. طاء الأول: لماذا حضرت؟ طاء الثاني: حضرت للعمل. نعم، هناك الذي تحت الصورة كلمتين، يعني اليمن والعمل. ثم إريتريا والدراسة، من أين حضرت؟ حضرت من إريتريا، أنا يماني. أنا إريتري. نعم، لماذا حضرت؟ حضرت للدراسة. ثم كينيا والعمرة، من أين حضرت؟ حضرت من الكينيا، أنا كيني. لماذا حضرت؟ حضرت للعمرة. ثم من أين حضرت؟ حضرت من مالي، أنا مالي. لماذا حضرت؟ حضرت للحج. من أين حضرت؟ حضرت من اليمن، أنا يمني. لماذا حضرت؟ حضرت للعمل. نعم، سهل إن شاء الله يا إخوان. ثم بعده الرقم الرابع، التدريب الرابع. نعم، المثال هناك: جامعة. ماذا في المدينة؟ في المدينة الجامعة. الآن مستشفيات. ماذا في المستشفيات؟ عفوا، ماذا في المدينة؟ في المدينة مستشفيات. ماذا في المدينة؟ في المدينة شركات. ماذا في المدينة؟ في المدينة أسواق. ماذا في المدينة؟ في المدينة تلوث. أو ماذا في المدينة؟ في المدينة تلوث. نعم، تدريب السادس. نعم، وهناك واجب المنزل لكم. الجواب من نفوسكم: كيف تقضي الأكلة؟ وكيف تقضي الوقت في البيت؟ ما رأيك في هذا الدرس؟ إلى أين تذهب في المساء؟ ماذا تعمل هنا؟ هل تزور القرية المدينة؟ هل أنت سعيد هناك؟ هل أنت سعيد هنا؟ كيف تذهب إلى القرية أو مدينة؟ ثم هل معك الجنسية اليمنية؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ الآن تبدل الأسئلة والأجوبة. نعم، الآن تبدل الأسئلة، تبادل للأسئلة والأجوبة مع زميلك. نعم، ها هو
تدريب سادس واجب المنزل لكم أيها الإخوة. نعم. ثم القراءة صحيح أو لا مباشرة تصوير ثم ارسل إلي واجب منزل لكم حتى هناك. نعم نعم يا إخوان. يكفي درسنا أو يكفي درسنا في هذا اليوم. لماذا الآن مسجل أستاذ ليس مباشرة؟ لأننا عندنا عمل و أنا الآن أو في يوم الجمعة الآن عندنا أمر عظيم. نعم بارك الله فيكم. لا تنسوا الواجب المنزل اكتبوا وارسلوا إلي يا إخوان. نعم نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى سنستمر أو سنواصل درسنا في الأسبوع القادم. طيب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.